النظام هل فيها تراجينومتريك فانكشن تبقى مش بيتا الصوره الثانيه، يبقى هي بيتا الصوره الاولى. ايه اللي في الصوره الاولى؟ تي مرفوع الباور في 1 ماينس تي مرفوع الباور. روح كده شوف المساله دي، الجذر ده معناه باور صح؟ يبقى من 0 ل 4 واي مرفوع الباور في 4 ماينس واي مرفوع الباور نص دي واي. اللي يخليك متاكد ان انت هتعمل سبستيوشن حدود التكامل هنا من كام لكام؟ من 0 ل 1. مين بيغير لك حدود التكامل؟ ان انا احط تعويضه صح؟ هي من 0 ل 4، ما ينفعش من 0 ل 4، لازم تبقى من 0 ل 1. يبقى لازم هتعمل سبستيوشن في المساله. طب افرض مين؟ افرض ايه؟ ايه اللي بيميز البيتا؟ من هنا واحد صح؟ يبقى لازم الاول اظبط الاربعه تبقى واحد قبل ما اعمل اي تعويضه. اظبط دي اخليها واحد ازاي؟ مش انت من حقك في الانتجريشن كنت بتاخده زمان يقول لك لو قسمت على رقم جوه تضرب فيه بره عشان ما تبقاش غيرت المساله؟ انا هقسم على اربعه عشان اخليها واحد. يبقى لما تقسم هتقسم جوه القوس في الحتتين دول. قسمت على اربعه كنت تضرب بره في كام؟ بس خد بالك الاربعه دي تحت باور كنتو كام؟ نص. يبقى انت قاسم على اربعه باور نص، يبقى تضرب بره على اربعه تضرب في اربعه باور نص. تاني اهم حاجه بتميز البيتا الصوره الاولى ان الرقم ده كنتو كام؟ واحد. يبقى اي رقم عندك يظهر لازم اخليه واحد. اخليه واحد ازاي؟ هقسم عليه تبقى اربعه على اربعه وهقسم هنا. واحنا قلنا في الانتجريشن لو قسمت على رقم تضرب بره في نفس الرقم. يبقى انا قسمت على اربعه اضرب بره في كام؟ اربعه. بس الاربعه دي تحت الباور كنتو كام؟ نص. يبقى الاربعه اللي بره برضه باور نص. المفروض سالب نص. ليه؟ عشان هي في المقام. انا قاسم يبقى بره يبقى فوق بضرب. بس نفس الباور قاسم على رقم بضرب في نفس الرقم. لا انا قصدي على الاس مش الكلام ده انت لو طلعتها فوق. انا ما طلعتش حاجه، قسمت عليها ضربت فيها. خلاص؟ يبقى عندي اربعه باور نص برضه. الانتجريشن من 0 ل 4. واي باور 4 دي بقى 1 ماينس واي على 4 باور نص دي واي، دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الديفينيشن بيقول لك إيه؟ بيقول لك تي في 1 ماينس تي، يبقى هنا واي في 1 ماينس لازم ده تبقى تي، يبقى التعويضة بتاعتك هيبقى شكلها إيه؟ هتشيل الواي على 4 تحط مكانها مين؟ تي. لازم أحط التعويضة بالشكل ده عشان أضبط بيها حدود التكامل. يبقى من هنا الواي بتساوي كام؟ ها؟ 4 تي. فاضل كده الطرفين دي واي بيساوي كام؟ 4 دي تي. تعالى كده نجرب حدود التكامل. حدود الواي كانت من 0 ل 4 يبقى تقول له اد واي بتساوي 0 التي بتساوي كام؟ واد واي بتساوي 4 التي بتساوي كام؟ اعوض فين؟ في اي حاجه من اللي انت فرضها فوق. حط كده الواي ب 0 ها يطلع التي بكام؟ ب 0. حط الواي ب 4 4 ل 4 تطلع بكام؟ ب 1. يبقى التي تحولت من 0 ل 1 هو الديفينيشن بيقول كده. يبقى عندي اهو 4 باور نص بره حدود التكامل اتغيرت من 0 ل 1 واي باور 4 الواي بيساوي كام؟ 4 تي. يبقى شيل الواي وحط 4 تي باور 4 في 1 ماينس واي على 4 دي انا شايلها وحاطه مكانها مين؟ تي. يبقى تي باور نص. شيل الدي واي وحط مكانها 4 بي تي. هي دي الصوره العامه بس مجرد هلم الثوابت اخرجها بره. هنا 4 باور 4 هنا 4 يبقى 4 باور 5 تطلع بره. عندي 4 باور نص طلعت لك كمان 4 باور 5 يبقى الانتجريشن من 0 ل 1 تي باور 4 في 1 ماينس تي باور نص دي تي. قارن دي بقى كده بالديفينيشن اللي هناك. تي مرفوع الباور في 1 ماينس تي مرفوع الباور. ها تي مرفوع الباور في 1 ماينس تي مرفوع الباور يبقى بيتا على طول كام وكام؟ زود ده 1 يبقى 5 زود ده 1 يبقى 3 على 2 ولمين الثوابت اللي بره زي ما هي 4 باور نص في 4 باور 5 بس.